فقرة تسوق والحساب علينا اليوم من الميدان في عدن، وتأتي برعاية من رويال ماركت بعدن، من أفخم المولات الموجودة والمفتتحة هنا في عدن بنهضتها وبمولاتها والتسوق الجديد. سنبحث عن المتسابقين والمتنافسين بعد ذلك، أيضا نشوف من هو الفائز ومن سيدخل معنا في تسوق وحسابه علينا. نشوف، ننطلق. تقبل التحدي؟ إن شاء الله. محمد حسين. من وين؟ البيضاء. البيضاء، ممتاز، خليك معنا. اللي قدامي كله بشله. طيب تفضلوا الآن معانا، بس نشوف السباق. تعال محمد، جيب سلتك وتعال. محمد يحيى. نعم. من يافع. محمد حسين. محمد حسين. البيضاء دار سعد. منتجين بحرف الراء. واحد، اثنين، ثلاثة. على بركة الله، بسرعة عجل. بحرف الراء، أي حاجة بحرف الراء جيبها. جمال، محمد، محمد، أي حاجة. إيش هذا؟ روتي. سريع، ممتاز روتي، ممتاز. بسرعة بسرعة. منتجين، منتجين، روتي، عجل. جمال أنت ممتاز، بس عجل. شوف بعض. لا لا، جيب 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 من هناك، جيب من هناك، جيبه جيبه بيدك. الله يرضى عليك يا جمال. جمال ركز، بعض الأحرف ما بسرعة. جبت إيش؟ اثنين. وين المنتجين؟ هذا واحد، باقي الثاني. وقع وقع مكانك هنا. في حد؟ أنا الآن أشوف كثير منتجات بحرف الراء، راء، راء. طيب تعال، كيف حالك؟ مسابق قلنا لهم جيبوا حاجات بحرف الراء. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أجيب لي منتجين. اسمع، أنا جبت الروتي طبعًا. أنت قلت له؟ إيه قلت الروتي. روتي وإيش؟ روتي صح. والرز. رز قد يكون بحرف الألف، ممكن نرجع للفار بعد. رز يعني. روتي ورويال. روتي و. رويال. رويال. خليك عند سلتك ونشوف هل صح ولا غلط. جمال إلى حد ما. مبدئياً كم الدقيقة؟ 50 ثانية. ممتاز. البقية فينهم؟ تعال، كيف حالك؟ الحمد لله. تتفرج ولا؟ لا أتفرج. نعم. طيب تتوقع المسابقة سهلة ولا صعبة؟ لا صعبة. مش طيب. جيب لي حاجات بحرف الراء. رز. رز. البعض يقول أرز. حسب المكتوب، إذا جاب جونية فيها كلمة رز بالراء تحسب. رويال. رويال. ده حرفين. عاد عاد، شي تعرف حاجة؟ ما في. تعال، كيف حالك؟ استطلع استطلع بس سريع. تعال، كيف حالك؟ تمام. اسمك ومن وين؟ محمد من عدن. طيب محمد من شيخ. تبعت المسابقة صح؟ ايوه. قلنا لهم جيبوا حاجتين بحرف الراء. صح. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ايش؟ اذكر. راغي اسم المنتج. ما شاء الله، شكلك حافظ المول انت. لا انت، لان حافظت شفتك تسأل. بسرعة بسرعة، وصلت الحين ولا عهدك ولا؟ راقي وش؟ وراغي و بكر. طيب شوف المتسابق جبت ايش للحين. تعال جيب، تعال جيبهم حطهم في سلتك هنا امامك. رغيف و رز. رز. تعال اللي مكانه، ارجع بالوسط. هذا في كم يا حامد؟ محمد يحيى. دقيقة و50. تأخرت يا محمد يحيى. نصيب نصيب، بس الرغيف كان قريب. انت جبت الان رغيف صح؟ وجبت ارز ولا رز؟ راحت راحت راحت. شوف بعض يقولوا رز، انت تقولوا ايش؟ رز. بس حسب المكتوب بالجونية. ايش مكتوب بالجونية؟ للأسف للأسف اول المغادرين هو الاخ محمد يحيى. نتأسف. سلام. روشن بالراء، وان كان انجليزي صح. روشن صح. وهذا ايش؟ رز ولا ارز؟ ارز. جمال راجح من عدن. فين في عدن؟ دار سعد. قريب. ايوه من دار سعد. هو الفائز معنا الان، اما في 15 ثانية، 30 ثانية، او دقيقة كاملة. 15 ثانية. واختار ال 15 ثانية وسيأخذ السلة معه ويتسوق سلة جديدة وينطلق. جمال راجح الآن جاهز هنا، وتم تجهيزه، وهو طبعا من دار سعد جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. انطلق يا جمال راجح. عجل عجل. أنا بعد حبة صغير. انت بالطريق، انت بالطريق، انت بالطريق. بسرعة عجل عجل. ليش تريد لبان؟ ليش عجل؟ بس عجل بسرعة بسرعة. ممتاز جمال. عجل. تتكلم شل شل بيدك. تتكلم شل بيدك. طيب شل شل بعيد اصلا. جمال ايش سويت؟ جمال ننطلق عند المحاسب، كم توقع بيكون؟ 50 20 ألف يعني حوالي 6000.
7 8. طبعا عاد المكربه يخرج بعدين اكيد. جمال نشوف طبعا المحاسب كم يكون. اذا هي برعايه من رويال ماركت هذه الحلقه وهذه الفقره. طيب ونشوف ايش جمع اول هذا. طيب الان انت اخذت هذا اللبن يا وايضا هذا اللبن مكرر الاثنين صح؟ ايوه. طيب باقي ايضا بس معك هذه فقط. كم الاجمالي الان هنا؟ الاجمالي 13300. الاجمالي 13000 و 100 ريال 300 ريال و 300 ريال وهي طبعا مقدمه من رويال ماركت. هذه طبعا قدمها رويال ماركت. شكرا لكم. هكذا كان الحظ والنصيب. غدا عامل السن له دوره ولكن ان شاء الله غدا كيف سيكون الحظ ومن سيسعد بحظه. لا حد طول. هات هات حمار هات. هلا فرسان الميدان. فرسان الميدان اليوم المدارة امتلأت بالحمير. خمسة زبادي وخمس قصاع. أنا بغيت حاجة واحدة.